في بير حلاوة قريبة لشنو راح بيه؟ للواد وللوسخ نشومه في الروايح المشومة هذه ما قناش الكريهة المنتنا المشوم. في الليل وقت يجي طرف هوي نشوموها الريح جي واحد يحل شباكه معناها باش يجي شويه ويشم كان الريحه المنتنه معناها ما يلقاش حتى كش واحنا لقينا كل البلاصه فينا نلعبوا فيها بحفل الوقت تو حتى واحنا نلعبوا لهنايا طشتنا الكره غادي كي مشينا نجيبوا فيها ما قلناش كيش نجيبوها معناها واد ومي ومسخ و كل شيء معناها يستكروه بكل الزبله وبكل كل يجي واحد شيء الى وحاجه تلقى البير تو مسكر البير مسكر واغزر حتى وناس ما باش تجي يا اخي ما همش لاهين بينا اخي احنا ماش تقى ما احناش عباد يعني ناسينكم تراهم اللي ناسين على الاخر ناسينا ما احناش ما تقول علينا ما احناش موجودين في الدنيا ذي اي لازمنا شويه لهوه ما قيناش شكون يتلهي بينا في الحي والله نحبوا ماذا بينا ملعب حي ماذا بينا القمه ذيك ما عادش تلقاها الواحد يحب يعيش في بيئه نظيفه وكو نطالبوا باش نجي ونلعب واحنا في وما نشموش الريحه ذي ما نغزروش الدنيا هذه ما نعملوش نجي نكوروا باش نعملوا جو مش باش نجي ونراو مش مدوا كره مدوها من الجيفه ومن الهم هذايا ايش يشرى